لمين البيت المسكون عرضنا سنتين. يعني اللهم نوقف اشياء بسيطه، نقلت من مسرح لمسرح برمضان كنا نوقف، لكن سنتين سنتين يعني، لان السنه 360 يوم، نشيل ذي رمضان نشيل، فكنا يعني سنتين 202 عرض. فالبيت المسكون الاولى عرضنا سنتين، البيت المسكون الثانيه الناس توقعت فشلها او ما تكمل هم سنتين، البيت المسكون الثالثه اللي قالوا خلاص بعد رحمه الله عليه غانم يعني ما تنجح. طبعا احنا عامود الله يرحمه يعني اكيد غانم طبعا، بس سويناها وعرضت وهم سنتين، بس مو 202 عرض، اقل العروض، بس شنو الصالات اكبر طبعا، يعني طبعًا يعني المسرح عود. ف طبعا الحين رحمه الله عليه غانم الاب، ورحمه الله عليه انتصار شراح الام، الام، فالناس قاعد تطالب بيت المسكون اربعه. في وجهه نظر بسيطه جدا من بعض المحللين او خلاص تحل بالمسرحيه انت زين، احنا لما نشوف كينج كونج بلاك اند وايت، وكينج كونج ملون، وكينج كونج بداياته، وكينج كونج بالسبعينات اللي احنا شفناه، وكينج كونج والكينج كونج الاخير، بس انت سلسله شو المشكله؟ يعني المشكله الرعب اللي صار اللي ما شافه، واغلب جمهورنا الخليجي ترى ما حضر مسرحيه الرعب، يشوفه فيديو. وللاسف الشديد ان معظم اعمالنا القديمه كنا نصورها تصوير تصوير مثل مباراه، نقل طبعا، نقل تلفزيوني وليس نقل تصوير تلفزيوني. صح. وهذا يفرق. اليوم الجمهور مثقف يطالح الاعمال فخطوات الشيطان انتبهنا طبعا، قمنا نصور نقل تلفزيوني، وصلنا لمرحله الحين نبي ننقل نقل سينمائي حتى انك تستمتع بمشاهدتها، وليس نقل تلفزيوني كما كانت سابق. فلما بديت اشط انا عشان انتقلت خمسه مواضيع، لا كنت قاعد تحكي صح، انت قاعد تحكي عن البيت المسكون انه يطالبونك، انه يطالبوني اربعه الرابع. في مواقع يعني مثل في مواقع لا تقولي نبي عندك مثل موقع لوكيشن الكويت مثلا يطالب مثلا واللي هو الاخ عادل فلشاوي ومثله وايد يقول نبي البيت المسكون، يحطون يطلع شخص مثلا ناقد يقول لا يبغى ما نبي. زين مو هو زين انت ليش ندش في خانه؟ انت ما يصير تروح حق كنتاكي تقول له بستيك. هذا الشخص مؤسس مسرح رعب ومسرح رعب، انت شك وتقول له تروح كنتاكي تقول له بستيك، تبي ستيك روح ستيك. مو ستيك اوكي. انت زين ناقد، ليش تفرض رايك انت وبعدين اذا انت ناقد؟ انا احترمك، احترم وجهه نظرك، بس انا هام لي وجهه نظر اخي. ليش تحرض متابعينك على ان هذا المسرح سيء او عيد نفسه؟ تعاني منها هذه مرات ابو عبد الله؟ لا انا احترم الكل للسماح اللي فيني وحب حب الناس، ودي الكل اكسبه، اكيد يهمني اني انا اطلع ما تجاهله. صحيح. بس القانون عند الفنانين معظمهم يقول انت من صدق تقرا كومنتات؟ انا مو بس اقرا، انا ارد. اي شفتك ترد صح. انت تردين مرات تتعلم منك مرات اي مرات انا قاعد اشوفك ترد على الواحد تحترمين الناس. إيه؟ هذا لما كتب مو عبيط اللي كتب، في بعضهم يكتب خلى هذا، لكن بعضهم يكتب كلام ثقيل. فانا انستغرامي اعتبره مرجع او مذكرات بالنسبه لي. انا ساعات لما اسافر ارجع اطالع كومنتاتهم لي شو كتبوا لي، دائما اقول يعني اليوم وانا جايك كتبت ان اي سؤال عندكم كتبوه ان شاء الله نغطيه، وانا قاعد نحاول نغطي الاسئله نهتم فيها وبعدين انا راح ارجع مره ثانيه اجاوبهم كل كومنت اجاوبه يا على الخاص يا عليه واثبت الاجابات. فهذا سلسله حياه، فانا تدري شنو ياخذ مجهود مني.